يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشروط تحقق موت مورث الضابط في تحقق موته، وهل من كان في موت دماغي وأجمع الأطباء لو التخصص على موته دماغيا هل تقسم تركته وإن لم تفارق الروح الجسد؟ والله عاجلين، لا ما تقسم تركته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لما تنتهي روحه نهائيا ولم يبقى فيه شيء. موت الدماغ لا ما يثبت به حكم، لا يثبت به حكم حتى تفارق الروح الجسد مفارقة نهائية. نعم.